مساء الورد. اليوم بالتفصيل راح نتكلم عن هذا الكريم اللي أنا أقول عنه حبيب الشعب أو حبيب الملايين أو كريم عن 100 كريم. ليش دكتورة أنت قلتي كذي؟ في عدة أسباب، ترى كثير من الدكاترة تعشق هذا الكريم. أولا سعره جدا متاح للجميع مع أنه متوفر، ها أنا دائما أقول ليس إعلان ولا شيء، متوفر بوزارة الصحة لدى أقسام الجديد المجاني، كريم علاجي طبي، يعني ما هو كريم تجميلي. في تصفية وتوحيد لون البشرة، في علاج بعض المشاكل اللي حب الشباب اللي تصير بالوي أو الحبوب اللي تطلع بالوي، يعني تركيبته الطبية الأساسية الأزيليك أسد. فلازم تعرفون أن التركيبة راح تلقونها هني اللي هي الأزيليك أسد. هذا مو معناته أنه لازم إذا ما لقيت السكين أورين لازم، أو إذا استخدمتي وانقطع لازم تنطرينه، أو هو لا، إذا لقيت أي كريم يحتوي على هذه المادة بس بشكل صافي فيعادل السكين أورين. فالنقاط المهمة اللي بركز عليها الحين وبحط لكم مختصر، راح نتكلم ونحط مختصر، أنا كاتبة كل شيء انزين، تقدرون تكبشرون تاخذون اللي تبونه عادي وبعدين بحفظ لكم اياهم. كريم سكين اورين هذه نفس ما قلت لكم اسم احدى الشركات اللي تصنع الكريمات الطبيه اللي مسميتها سكين اورين، اللي هو تركيبته الاساسيه شنو؟ الازيليك. فانت ممكن تلقين بكثير من البراندات في شركات تسوي كريمات تحت اسامي غير بس تكون فيها الازيليك. فلقيتي انت سواء متوفر بديرتكم يمكن ما يكون موجود هذا، موجود غيره، لقيتي هذا حلو. يعني المهم ان التركيبه اللي بنتكلم عنها اليوم فائدتها اللي هي الازيليك اسيد، اشهر كريماتها اللي هو سكين اورين. تمام، اريد اكرر، متوفر بوزاره الصحه لدى اقسام الجديد بالمجان. راح احط لكم الحين بعد المعلومات، راح احط لكم شيء عن سعره، يعني انا ما اخذته لما مثلا ما اخذته مثلا بالمجان، اروح اخذه من برا، ما احتاج وصفه وسعره جدا رخيص. لا يستغلونكم بالاسعار، لا يستغلونكم. احط لكم استخداماته، نعم كريم سكين اورين كماده الازيليك اسيد المفروض ان تكون امنه للحامل والمرضع. شوفوا الحين الموضوع هذا شرحته يمكن مليون مره، نقول يمكن في اضافات جديده، قبل كانت بوستات متفرقه تصير عشان احاول اغطي هذا الكريم الجميل. متخيلين ايش كثر مفيد؟ فنعم سكين اورين امن للحامل والمرضع، الازيليك اسيد يعني كماده المفروض ما تضر لا الحامل ولا المرضع. نبتدي باول استخدامات هذا الكريم الرائع. يستخدم في توحيد لون البشرة للوجه، عندك تصبغات، عندك كلف، عندك آثار حب شباب، تقدرين تستخدمين هذا الكريم. أنت حامل وطلعت لك حبوب ما تقدرين تستخدمين دفني وأكريتين، تقدرين تحطينه بعد على الحبوب مو بس على الآثار، حلو؟ ولكن شلون أستخدمه؟ دام مقشر ليلا، حلو دكتورة هذا أول شيء اتفقنا فيه، ودام مقشر وممكن يناسب فئة وما يناسب فئة ثانية، مع أن هذا ترى خفيف يعتبر، وهو الريتينول حيل خفيفين وحماض الفاكهة 5%. فنستخدمه تدريجي، تدريجي شنو؟ يعني الكمية تكون كذي، راح أحط لكم الحين صورة حق الكمية، أوزعها على الخدين، الذقن، الخشم، الجبهة، أبعد عن محيط حول العين وحول الشفاء وأفرد الكمية تدريجيا، يعني تقللين الكمية، إذا صار احمرار تغسلينها تخلينها يوم وترك لين تبتدين تستخدمينها يوميا بالليل. بعض النصائح المهمة في استخدام أو استخدام أي مقشر، انه يكون ليلا، تقدرين تحطين بعد عنايتك ترطيبك، اذا بشرتك ما تحسس وايد تقدرين تخلين الفيتامين سي بنفس اليوم او تخلينه يوم وترك مع الفيتامين سي، سم والكلام عدل. انزين تحطين عنايتك عقبه عادي خلاص بالليل، لما تجين تقومين الصبح حرصي ان تغسلين وجهك، تحطين مرطب وتحطين حمايه قبل لا تطلعين من البيت بثلث ساعه على الاقل. تمام، وقلت لكم متى ممكن توقفونه، اذا بشرتكم سويتوا كل النصائح اللي كاتبتها بالاستخدام وما زال يهيج بشرتكم ويحسسها وكذي، لا توقفونه. حال اي كريم ما ناسب بشرتك لكنه طبي، تمام طبي جدا وممتاز، بس يمكن انت من بين 100 انت الوحيده مثلا من بين كل 100 وحده تحسس ما تتحمل، مع ان مسويه كل الخطوات بشكل سليم، تمام توقفه. غير كذي لا تستمر عليه وان شاء الله تشوف النتائج. هني نقول متى اتوقع النتائج، جدا مهمه. اذا انت بالنوع بشرتك تحسست منه متى توقفينه؟ يعني دكتوره ها يعني اوقفه ولا لا؟ مع اي نوع مقشرات مو بس السكين اورين، ممكن يصير في طفح حبوب، يطلع لك حبوب اول كم يوم،
ممكن اذا استمرتي مع المقشرات تخف، اذا لا بدات تزيد هذا مو معناته بس انه هو ما ناسبك، معناته لا هو طلع عندك مشكله اساسا موجوده طبقات داخليه، يعني بدات تقشر البشره وبدات تطلع الطبقه الدهنيه اللي تحت الجلد هذا، وبالعكس راح تنضف بشرتك. بس اذا تفاقمت وايد ممكن تحتاجين مراجعه الطبيب واستخدام مضاد حيوي. قليل من الحالات اللي يصير معاها كذي، اللي ما تهتم ما تسوي تنظيف دوري وايد، اللي بشرتها اساسا تعبانه، ولكن هو في توحيد لون البشره رائع. انزين متى ممكن اوقفه؟ اذا صار في تهيج حيل، ما تحملت خلاص حكه مو طبيعيه، ولكن تقرص خفيف واحمرار هذا يروح ويرد واول ساعه وبعدين يختفي، هذا طبيعي. ترى انا ليل اليوم ممكن احس ببعض هذه الامور لين ما تبتدي بشرتكم تتعود عليه، خلاص تروح هذه بعض النقاط المهمه عن هذا المقشر. هذا امن حتى حق المراهقين عندكم، يعني لما يجينا مثلا تيني ام بنتها 10 سنين توها بالغه، في منهم يبلغون بكر، بنات عمرهم 11 12 صغار يعني حتى ما كملوا 15، اولادهم مراهقين عندهم شويه حبوب الجبهه بشرتهم الدهن، وهذا ترى هذا من الكريمات الرائعه لهم على فكره، امن. حلو، شنو بعد من استخداماته؟ بس ما قلت لكم حامل ومرضع ما تقدر تحط دفرين واكريتين، تبت واحد لون بشرته عندها حبوب جديده توا طالعه، تقدر تحط عليها السكن اورين بنفس الطريقه، تحطها مثلا على الحبه وبالليل ونفس الطريقه. شنو بعد ممتاز فيه؟ انت لما تاخذين كورس روكتان، طبعا بوقت الروكتان اذا كانت بشرتك حيل جافه ما تستخدم المقشرات، بس توقفين كورس الروكتان في منهم عقب 4 شهور 3 شهور ترد تبتدي طبيعه البشره الاوليه اللي قبل الروكتان تظهر مرة ثانية، الدهن شوي تزيد البشرة، دهنية البشرة، فتبتدي تطلع الحبوب. لا، استخدمي هذا عشان يحافظ لك على النتائج أو أي مقشرات أخرى، فهذه استخدامات رائعة له. أقدر دكتورة استخدمه كمقشر عشان أقشر شوي المنطقة الحساسة وأوحد لونها؟ نعم، ولكن بحذر. ليش منطقة حساسة؟ أنت بروحك قاعد تقولين جلد فيها بسرعة يتحسس، تمام؟ أنت تزيلين شعر بين فترة ثانية بهالمنطقة، إنزين؟ فلازم أعتني فيها، لازم أحافظ عليها. إنزين شلون الطريقة؟ في كذا طريقة لاستخدامه، بس كلهم تعتمد على كميات بسيطة ونفس الطريقة تدريجي. مثلاً خلينا نقول منطقة الإبطين أو بالأفخاذ، تحطين كمية هالكثر، تحطينها بروحها وتحطينها مرة بس بالليل. ليش؟ عشان لا يصير احتكاك خلال النهار وكذي. تقومي الصبح ثاني يوم تغسلين المنطقة وتنظفينها وتحطين ترطيبك أو تحطين الأشياء اللي أنت متعودة عليها كعناية بالمنطقة، تمام؟ انزين يوم وترك. اذا الدكتور حسيت لا همي قرصني وحكني وشي، حط كميه بسيطه عشان لا يصير النتائج عكسيه وسواد، اوكي؟ خلطي مع مرطب او حط المرطب قبله، فامن حتى في توحيد المنطقه. ما هو الوقت المتوقع عشان اشوف نتائج مع استخدام هذا الكريم؟ يعني مثلا انا قاعد استخدمه حق توحيد لون بشرتي، فيها لون غير عن لون، كلف عندي اثار حبوب منقطه وجهي مني بني مني احمر، انا قاعد استخدمه لهذا الغرض، ماذا اتوقع النتائج اللي انا يعني قاعد استخدم الكريم هذا عشانها؟ انا دائما اقول حق البنت لا تحكمين قبل 6 أسابيع، يعني شهر ونص وممكن ليه شهرين، شفتي نتائج بسيطه وما قاعد يهجلش بشرتك ممكن تكملين عليه ل3 شهور او ل6 شهور حتى. حسيتي النتائج اوكي مرضيه بس تبين اكثر، ممكن تسوينه بالتبادل مثل ما انا اسوي مع مقشرات اقوى، يعني تخلينا مثلا هو 4 ل5 أيام بعدين تدششين يومين بالاسبوع مقشر قوي. لكن كلش ما شفتي عقب 3 شهور او 4 شهور اي نتائج، لا غيري عاد وروحي بمقشرات اقوى. طبعا موضوع المقشرات الاقوى هذا راح نتكلم عنه بعدين، هذا احنا قاعد نتكلم عن هذا المقشر اليوم اللي هو الازلك اسيد. لازم مو بس تسمعون وتطوفون تطوفون تطوفون تطوفون، اللي مهتم طبعا اللي يبي بالتفصيل يبي يستخدمه كذي، لا انا وقفت الوقفه طويله وقاعده اسولف كذي، كنت اقدر احط الصور واقرا انتوا على راحتكم عشان حتى لو طوفتوا تقرون الكلام، كل كلمه لها معنى. حسستك توقفينه وليش ومتى اوقفه؟ استخدمته وما شفت نتيجه، يمكن البنت تستخدم اسبوعين تنطر نتيجه. لا الدكتور قال طبيعي ل6 أسابيع وممكن اذا شفت نتيجه بسيطه اكمل 3 شهور، فعندها كل المعلومات مكتوبه مرتبه منظمه بموضوع متكامل. ما بي منكم شيء، ادعوا لي بس، ادعوا لي بس.